بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نحن مجاهدو أهل السنة والجماعة لم نسكت عن الخيانة والمشروع الذي ينفذه العملاء والخونة الذين يدعون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم. نحذر وسنقتص من الخائن العميل المدعو محمد ريكان الحلبوسي ومن معه بالسيطرة على القرار السني والهيمنة عليه، ونحذر كل من يدخل في هذا المشروع الخبيث فسيكون هدفا مباشرا لنا. حفظ الله العراق وشعبه، وعاشت فلسطين حرة عربية، والموت لأمريكا وإسرائيل، والله ولي التوفيق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الثلاثاء 22 من شهر جمادي الآخرة 1443 هجرية الموافق 25 من شهر كانون الثاني لسنة 2022 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.